ورجعنا لحضراتكم تاني وفقرة الصحافة الدنيا فيها ايه. نتجول في صحف واخبار النهاردة خلال ثواني. تبقى معانا زميلتنا ماروتيا من هيئة الارصاد الجوية تطمننا على حالة الجو. بس ممكن كده اخد يعني خبر او اتنين لحد ما ماروتيا تكون جاهزة معي. اول خبر معايا من جريدة الاخبار، الخبر بيقول السيسي يفتتح قناطر اسيوط ومتحف سوهاج و25 بئرا جوفيا بالوادي الجديد، مشروعات قومية جديدة بالصعيد بتكلفة 7 مليارات جنيه. الحقيقة كان فرح امبارح في الصعيد، خاصة في أسيوط وسوهاج بافتتاح قناطر أسيوط وبافتتاح كمان متحف سوهاج، وشفنا يعني شيء مهم جدا بيحصل في الصعيد. والحقيقة أنا من الناس اللي بيفرحوا لما بيشوفوا أي تنمية في الصعيد. أنا ممكن أكون متحيز بقى للصعيد بشكل كبير، بس الحقيقة بنفرح لأن يعني على مدار عقود كبيرة جدا الصعيد منسي والصعيد مرمي وخلاص، وطور في القاهرة واسكندرية واعمل برج هنا واعمل كوبري هنا، لكن الصعيد لا مش مشكلة، دول الناس ما بيتكلموش، ناس بسيطة. فالجميل إن احنا نشوف مشاريع كبيرة، يعني حتى الأهرام تقول لك مشروعات عملاقة لتنمية الصعيد. بنتمنى نشوف ده على أرض الواقع، مشروعات عملاقة في الصعيد. الناس بدل ما تيجي تتغرب في القاهرة واسكندرية، لا تلاقي شغل في الصعيد، حقهم يعني يلاقوا شغل ويشتغلوا في مصانع كبيرة هناك ويبقى مرتباتهم حلوة كمان، والظهير الصحراوي اللي يعني في الصعيد يبقى حلو جدا. لكن الحقيقة اللي هي ملحوظة هقولها كده وأجر على الله، يعني الحقيقة أنا شفت الصور امبارح اللي جايبينها في التلفزيون لأسيوط وسوهاج، الحقيقة أجمل من فيينا، يعني شيء ممتع أن أنت تشوف ده في الصعيد، إيه الجمال والرقية والحلاوة دي كلها. فرسالة لكل محافظ، يعني طب هنا أنت لما أنت عندك ناس بتشتغل وتعرف تنظف الشوارع كده وتعرف تجمل الدنيا وتعرف تخلي الصورة حلوة قوي كده، دي طب ما بيشتغلوش ليه غير لما الرئيس يروح الصعيد؟ هو لازم الرئيس يروح الصعيد عشان الصعيد يبقى، عشان المحافظات تبرق كده وتبقى الشوارع بتنور كده وتطفي بالليل والصبح؟ لا مش ممكن. يعني ما يعني اذا كان عندك ناس تشتغل، يعني محافظ اذا كان عنده ناس تشتغل واذا كان عنده القدره وعنده الكفاءه وعنده رؤيه لتغيير الواقع وتجميل الشوارع وتجميل الدنيا كده، ما تعمل، مش لازم الرئيس يروح. يعني هو الرئيس لما يروح ويلاقي الدنيا جميله، هو كان عارف ان هو كانت جميله قبل كده؟ لا، ما هو عارف ان انت بتعمل كده عشان الرئيس موجود. فجميل ان انت اي محافظ يجمل البلد اللي هو فيها ويجمل المحافظة اللي هو فيها، حتى لو الرئيس ما يكونش في زيارة للرئيس. معايا ماروتيا من هيئة الأرصاد الجوية. ماروتيا أهلا بيكي. صباح الخير يا إسحاق، وصباح الخير على كل مشاهدي برنامج صباح النور. حقيقة كنت مفتقداكم جدا، مفتقدة أن أنا أكون معاكم جدا. إحنا معاكم النهاردة من هيئة الأرصاد الجوية، ومعانا دكتور أحمد عبد العال، وهيكلمنا طبعا زي ما حضراتكم متعودين عن حالة الجو وحالة الطقس، وفي أسئلة كتير كمان بتتوجه لي يعني النهاردة، فحابين إحنا كده نعرف كل الأسئلة دي، نعرف كل إجاباتها. صباح الفل يا دكتور. صباح الخير عليكم، أهلا بكم في هيئة الأرصاد الجوية. حقيقي يعني كنت حضرتك مفتقدين نورك معنا في المحطة. وانا افتقدكم، اهلا بيكم. كنا عايزين بس في الاول كده نسال حضرتك عن حاله الجو الايام الجايه، هتكون عامله ازاي من بقى درجات الحراره والشبوره، هتكون الدنيا ماشيه ازاي؟ يعني احنا زي ما احنا قلنا عارفين احنا في شهر اغسطس، سمات شهر اغسطس ارتفاع نسب الرطوبه وليس ارتفاع درجه الحراره، ولذلك احنا هنجد ان درجات الحراره مثلا على سبيل المثال في القاهره النهارده 36، بكره 35، لكن ارتفاع نسب الرطوبه هيحسسنا بانها اعلى من كده بكتير. في شمال البلاد بالذات، يعني الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية كلها تحسوا فيها بالحرارة كما لو كان مرتفعة، في حين هي السبب الأساسي هو نسب الرطوبة اللي بتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر. تمام. طب دكتور كنا عايزين نسأل حضرتك، يعني احنا دلوقتي في شهور الصيف، يا ترى ايه أكتر وقت بيبقى فيه درجة الحرارة عالية، وايه أكتر وقت بيبقى فيه الرطوبة عالية؟ العظمى بتاعت الرطوبة عكس العظمى بتاعت الحرارة، يعني العظمى بتاعت الحرارة بتبقى الثالثة ظهرا، والصغرى بتاعت الحرارة تبقى خامس صباحا. العكس بقى، الرطوبة العظمى في الرطوبة خامسة صباحا، والصغرى للرطوبة الثالثة ظهرا. طب يعني كنا عايزين نسأل حضرتك عن أكتر وقت في الأيام، يعني في الشهور، يعني مثلا شهر أواخر شهر 8 أوائل شهر 9 الدنيا كده. لا، شهر 8 كله بيبقى الرطوبة فيه عالية جدا، يعني بتتراوح الأيام دي في شهر 8 ما بين من 75% لحد 90% طول الشهر، ما بتنزلش عن 75%، ممكن تزيد عن 90، بتبقى 95 وده مش كتير، لكن هي عموما حتى 90 عالية جدا يعني.
طب احنا زي ما حضرتك عارف ان احنا تابعنا طبعا كلنا حرائق اللي بتحصل في اليونان بسبب ارتفاع درجات الحراره والجفاف اللي هناك، فيعني الناس كده كانت متخوفه شويه دكتور ان احنا عشان عندنا نفس تقريبا درجات الحراره او نفس السواحل، فممكن حاجه زي كده تحصل عندنا ولا يعني بعد الشر ان شاء الله مفيش اي حاجه زي كده ممكن تحصل عندنا؟ لا اطمنكم، بس هو هناك عندهم كميات الغابات كتيره عن مصر، فمع الحر بتبدا ورق الشجر ينشف، فبيبقى مجرد اي احتكاك على الارض بيعمل حرائق. احنا الحمد لله يعني احنا ما عندناش الكلام دون، نسب الرطوبه عندنا عاليه، ما عندناش غابات كتيره، فبالتالي نقدر نقول ان لا احنا نختلف تماما عن اليونان. طيب تمام. كان في دكتور كده حاجه شائعه جدا ما بين الناس انه لو هيئه الارصاد اعلنت ان درجه الحراره مثلا 37 احنا نتوقع ان هي تبقى 40، يعني هم بيقولوا انه يعني هيئه الارصاد تحب كده تخفف دايما عن المواطنين وما تقول لهمش درجه الحراره الحقيقيه او العالي قوي، هل دي حقيقه ولا اشاعات؟ طبعا ده كلام اشاعات، لان هيئه الارصاد الجويه لا يمكن ان تقول غير الحقيقه والا فقدت مصداقيتها، واحنا ما نقدرش نفقد مصداقيتنا مع الجمهور، لأن أنا دايما بقول هيئة الأرصاد الجوية أو الأرصاد الجوية كلها على مستوى العالم الوحيدة اللي بتمتحن كل يوم والنتيجة بتاعتها بتبان تاني يوم، فبالتالي ما أقدرش أكذب. يعني أنا بقول لك النهاردة الجو بكرة هيبقى كذا، أو النهاردة الجو كذا، ده الامتحان، إن أنا بقول الجو كذا تاني يوم هتعرفي على طول الكلام ده حصل ولا ما حصلش، فاللي بيحكم عليه الجمهور، فما أقدرش إن أنا أكون أفقد مصداقيتي قدام الجمهور. طيب ممكن في النهاية كده عايزين من حضرتك بقى تحذير للمواطنين ونصيحة ليهم في درجة الحرارة يعني مش عالية قوي ولكن الرطوبة العالية جدا. خلينا نقول إيه مجموعة من النصايح لمختلف الفئات. أولا بالنسبة للسائقين على الطرق، أي واحد سايق السيارة بتاعته على الطريق في الصباح الباكر بيبقى فيه شبورة مائية، مجرد المفروض لوحدي مجرد ما أجد الرؤية قلت بقلل السرعة بتاعتي، بشغل الأنوار الأمامية والخلفية بتاعت السيارة، خلي مسافة كبيرة بيني وبين السيارة اللي قدامي، أطبق تعليمات المرور بكل دقة، ده للسواقين. اللي عامة ما تواجدش في الشمس مباشرة فترات طويلة، اللي مضطر يتواجد بيبقى معاه شمسية كاب أو ما شابه، لازم ثقافة استخدام الشمسية ترجع تاني إن احنا نستخدمها. معي ازازه الميه بتاعتي بشرب على طول، ما بستناش لما اعطش. اي واحد ترتفع درجه حرارته ولو درجه واحده بالذات للاطفال وكبار السن بجري بسرعه لاقرب مستشفى عشان تبقى لسه الحاجه بسيطه في اولها فيبقى العلاج بسيط. الساده الموجودين على السواحل في الشواطئ ارجو عدم التواجد في الشمس المباشره في الفتره من الساعه 12 ظهرا حتى 3 ظهرا، لان دي بتبقى اكبر فتره اشعه الشمس ضاره جدا على الجلد. نصائح أخرى للسيارات، أولا عدم ملء تانك البنزين على الآخر، بسيب مسافة لتبخر البنزين نزيكة ارتفاع الحرارة، الحفاظ على التانك. أيضا إطار السيارة ما بملهوش بالضغط المقرر ليه، بنا أنا أقلل درجة أو درجتين عشان أدي فرصة لتمدد الهواء داخل الإطار نتيجة ارتفاع الحرارة. مرسي يا دكتور جدا، شكرا لحضرتك نورتنا. في النهاية حابين نقول لحضراتكم انه يعني مضطرين ان احنا نتعامل شوية اكتر مع الرطوبة واللي هتكون نسبتها حوالي 90% طول شهر 8، ولكن يا جماعة الرطوبة طلع ليها فايدة قالها لنا النهاردة دكتور احمد عبد العال، وهي ان هي ان شاء الله تمنعنا من اي حرائق ومن اي جفاف ممكن يحصل في البلد، فاحنا تمام الحمد لله، احنا كده مؤمنين ضد حرائق اللي حصلت في اليونان. صباح الخير عليكم، هنرجع لكم تاني النهاردة او دلوقتي حالا مع اسحاق. صباح الفل. شكرا يا مراتيا، وافدتينا بلقائنا مع رئيس هيئه الارصاد الجويه، الف شكر لي وممسي ليك يا مراتيا. معايا خبر اخر من اليوم السابع، الخبر بيقول الداخليه تنجح في القبض على خليه مسترد الارهابيه، بيان رسمي للوزاره الارهابي القتيل امام كنيسه القديسه العذراء، عضو بتنظيم من 6 متهمين بينهم سيدتان والارهابيه رضوى تتولى التجنيد والتمويل بالتكليف من الخارج. ويقظت الشرطة تحصد 12 إرهابيا بالعريش، رجال الداخلية هاجموا وكر الإرهابيين بالملاحة واشتبكوا معهم وضبط أسلحة وعبوات ناسفة. خبير أمن الضربات الاستباقية تزلزل الجماعات
الإرهابية. مش هتكلم على العريش لأن احنا خلاص عارفين بقينا متأكدين ان الجيش والشرطة يعني شايف الشغل اكتر من اللازم وعارفين ان هم هيمسحوا المنطقة كلها من اي إرهابي في منطقة العريش ونثق في هذا، لا مش العريش بس، شمال سيناء كلها بالتأكيد. لكن الولد او الإرهابي اللي فجر نفسه او اللي انتحر جنب كنيسة العذراء مستورد وكان رايح الكنيسة بس يظهر كده ان القنبلة ضربت بدري شوية يعني، فجميل جدا ويقظة الداخلية ان هي تقدر تقبض على الخلية الإرهابية كلها خلال يمكن 24 ساعة. الخلية الإرهابية دي مكانها الأساسي في منطقة عين شمس، وفيهم سيدتين هم اللي بيقودوا الموضوع، في واحدة اسمها رضوى، رضوى دي بقى اللي بتتعامل مع الخارج وتجيب التمويل وتجيب المتفجرات وتوصل وتعمل فيقظة الداخلية. الحقيقة شابو للداخلية في هذا الأمر، وأنا أشعر وأنا مش متعود يعني أقول كل شوية أتكلم عن الداخلية، لكن بقى لي حلقتين ثلاثة معجب بأداء وزير الداخلية الجديد، معجب بأداء الداخلية جدا جدا جدا، فعاش الرجالة يعني، وجميل إن تقبضوا على المتهمين خلال 24 ساعة. والحقيقة يعني شابو مرة تانية لوزارة الداخلية ولشرطتنا العظيمة. معي خبر آخر من مصر اليوم، الخبر بيقول بديع 100 سنة سجن مؤبد خامس ضد مرشد الإخوان في قضية البحر الأعظم. طبعا محمد بديع مرشد الإخوان بيتحاكم بيجمعوا له الأحكام بتاعته، طلعت 100 سنة بيحاوش أحكام من كتر الجرائم اللي عملها، وصله لمية سنة واتحاكم في نفس القضية بتاعت البحر الأعظم وزير التموين الأسبق باسم عودة، وخد أعتقد 15 سنة سجن أو مؤبد، واتحاكم عدد كبير جدا من قادة جماعة الإرهاب أو جماعة الإخوان الإرهابية. نتمنى مزيد من الأحكام العاجلة والعادلة ضد هذه الجماعة الإجرامية، الجماعة الإجرامية. وعلى فكرة الناس اللي قبضوا عليهم امبارح دول اللي هم كانوا عايزين يفجروا الكنيسة دول تابع جماعة الإخوان، دول تابعين لجماعة الإخوان، لا داعش بقى ولا معرفش إيه ولا جماعة الإخوان واللي موجودين في عين شمس. وطبعا اللي من عين شمس يعرف ان عين شمس مليانة بالإخوان ومليانة بجماعات إرهابية، ومش عايزين نقلب المواجع بقى ونفتكر الصحفية اللي اتقتلت هناك في وسط الشارع، والبنت اللي اتقتلت المسيحية اللي اعتدوا عليها في عربيتها وقتلوها في وسط الشارع. عين شمس يعني حدث ولا حرج يعني، ممكن حد يزعل مني بس ده الواقع هناك، والجماعة الإرهابية كلها طلعت من عين شمس. معايا خبر آخر من جريدة الوطن بيقول الضرائب العقارية مستندات الملكية والإيجار شرط لإعفاء السكن الخاص. طبعا الكلام كتير جدا عن الضرائب العقارية، لكن الأكيد أن وزير المالية أجل الضرائب العقارية، الناس تقعد تسدد الضرائب العقارية بتاعتها أو تبعت الملفات بتاعتها لغاية يوم 15 أكتوبر. كان الموضوع المفروض ينتهي كمان يومين 15 أغسطس، بس أجلوه لغاية 15 أكتوبر اللي جاي. ياريت كل اللي عنده وحدة سكنية بيروح يقدم. وملخص سريع كده، أقل يعني لو بيت حضرتك أو شقة حضرتك أقل من 2 مليون جنيه ما بتدفعش عليها أي ضريبة. لو 2 مليون جنيه بتدفع 120 جنيه في السنة، لو 3 مليون بيوصل تقريبا بيبقى 1300 جنيه في السنة، وهكذا بقى يعني أو أقل شوية يعني، مش عارف الشرايح بالظبط، لكن المتأكد منه أقل من 2 مليون ما بتدفعش، بس بتروح تقدم. 2 مليون بتبقى ب 120 جنيه في السنة، 3 مليون بتزيد شوية، 4 5 في شرايح هم عاملينها كتير. معايا خبر آخر من جريدة الأخبار بيقول لا شكاوي من اللغة الثانية من امتحانات ثانوية بدء المرحلة الأولى لتنسيق الأزهر والدبلومات الفنية. طبعا ولادنا وأخواتنا في الثانوية العامة لازالوا بيمتحنوا، ربنا معاهم ويوفقهم، ده امتحانات الدور الثاني. طبعا معايا خبر من مصر اليوم، الخبر بيقول صلاح يحرز أول أهدافه في الموسم الجديد مع ليفربول. صلاح يحرز
أو الأهداف في الموسم الجديد مع ليفربول. صلاح امبارح شارك في مباراة ليفربول وأحرز هدف من أصل 4 أهداف، هو صاحب الهدف الأول في المباراة والهدف الأول ليه في الموسم الجديد. كل توفيق لمحمد صلاح نجمنا اللي بنعتز بيه وبنفرح بكل إنسان ناجح وإنسان متميز وإنسان بيحاول يبذل نفسه. مبروك لصلاح ونتمنى أنه يحقق إنجازات ويحقق أرقام أكتر من اللي حققها في السنة اللي فاتت. بشكركم على متابعتكم لينا النهاردة وإن شاء الله بكرة مع فريق عمل جديد. أشوفكم على خير، صباح النور.